يوسف، عارف وانت صغير كنت لما بتمشي بتدب على الارض، دلوقتي انت مش عاوز تلمس الارض، عاوز تطير. عرفتك من خطويك، شفت اللي حصل؟ فضحت الناس كلها. ليس على الأعمى حرج، بس بيقول لك إن الهرم نزل جري من بيت فتحية والحشيش بيقع من سيالته. مش خسارة الحشيش اللي وقع في الأرض ده؟ مش كان أبوك برضو أولى بالطرلملم ده؟ وبقيت تعرف تضحك يا يوسف. والله كبرت يا يوسف ووشك اتنحت. عرفت اني سقت الفيسبا بتاعت الواد سليمان وفرقت الحتة كلها؟ عارف. عارف يا يوسف، أنا ساعات بقوم من النوم يا ابني نفسي مقبوض، حاسس إني هتخنق، ببقى عاوز حاجة واحدة بس، أسوق موتوسيكل وأطير بيه. يلا، بقول لك يا يوسف، أنا عاوز أسمعك حاجة، تسمع ولا؟ أسمع يا أبا. اسمع يا سيدي، يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله، يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله، وكل واحد مننا يركب حصان خياله. ديرجن 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 ديرجن، هنهرب من النهارده ونهرب من المكان، هنهرب من النهارده ونهرب من المكان، ونطير 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 مع نسمة شردة، نطير مع نسمة شردة، ونروح ليام زمان زمان زمان. يا ضبينا تعالوا نسيب اليوم في حاله، يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله، وكل واحد مننا يركب حصان خياله. ديرجن 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 ديرجن، دي ايه دي مدبغة، دي ايه دي مدبغة، علشان علشان صنع الجلود. ديرجن 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 ديرجن، ودي ايه دي مسبغة، ودي ايه دي مسبغة، علشان علشان صبغ الجلود. ديرجن 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 ديرجن، لكن ورا الصباغة والألوان والدباغة، لكن ورا الصباغة والألوان والدباغة، فيه جلد كان جمل وجلد كان حمل، في جلد كان جمل وجلد كان حمل، وكله بيتعامل جزمة جزمة وحزام وشنطة، جزمة وحزام وشنطة، فيه جلد ملوش لون وجلد بألف لون، فيه جلد ملوش لون وجلد بألف لون، لو تغسله بصابون يطلع يطلع لونه أونطة، يطلع لونه أونطة. سيبك من البغبغة وسبغة المسبغة، سيبك
سيبك من البغبغة وصبغة المسبغة سيبك وبص بص شوف شوف الناس والظروف وبص بص شوف الناس والظروف يمكن تلقى الديابة لابسة فروة خروف يمكن تلقى الديابة لابسة فروة خروف يمكن تلقى الغلابة في أول الصفوف 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 درجن 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 تعال يا على فين يا يوسف؟ مش عايز تقوم مساك؟ تعالى تتكلم جد يا يوسف؟ اه والله قوم قوم يلا يا راجل طلع طلع حاسب يابا حاسب ايه في ايه يا يوسف؟ تعالى يابا حاسب مش من هنا؟ ايه هنا في ايه يعني؟ هنا النيل يا سلام ما انا متعود على الغرق يا اخي شويه انت ماشي بسرعه قوي بسرعه يا يوسف انت بسرعه انت خايف ولا ايه حاضر يا سيدي خد بالك خد بالك بس بالراحه يابا يابا في حاجه عربيه جايه العربيه دي هو اللي ياخد باله مش كفايه عليا انا اسوق يا يوسف ولا ايه حاول حاجه ايه ده يا بابا ده؟ حد يعمل كده؟ شواح حمار والعلمك بقى انا خدت نمره والله شوف والله لو ودي في داهية لو ودي مين في داهية يابا يابا انت ليه مش عايز تصدق انك اعمى؟ يابا انت راجل اعمى انا اعمى يا غبي ده انا اشوف احسن منك في النور وفي الضلمة كمان شواح حمار